من المقاطع اللي منتشرة جدا وسبب انتشاره على ما يبدو أن المخابرات الإيرانية والإعلام الخامنئي جعل همته في نشره، أصلا هو اللي قطع وهو اللي نشره ومترجم صار إلى لغات ويذكر في الإعلام الإيراني، الإعلام الرسمي، قنواتهم الرسمية يخلون هذا المقطع. مقطع شنو؟ أنه أنا أقول إن الملكة إليزابيث علوية من الأشراف تنتسب إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فماخذين هذا المقطع ويقولون شوفوا هذا دليل العمالة، شوفوا شلون يمتدح الملكة إليزابيث، طلعها علوية. وأي واحد يرجع للمقطع الأصلي يشوف أنا دا أستهزئ وأتهكم بناء على أن الذي قال هذا الكلام هو من؟ مفتي مصر علي جمعة قال هذا الكلام في مقابلة، وإحنا في سياق كلامنا كان جوابا على إحدى الأسئلة في الحوار المفتوح على ما أتذكر، فإحنا قلنا هالأيام طلعوا كل الناس، يعني كل واحد بكيفه قام يطلع يسوي نفسه سيد وعلوي، وحتى طلعوا الملكة إليزابيث هم طلعت علوية وقالت طبعا وأنا دا استهزئ، طبعا هذا ما حد يشك بي، هذا لازم يكون يعني هذه صاحبتي بعد، ما يصير أحد يعني يشك بهذا الكلام. ما يخافون الله ينشرون هذه المقاطع المبتزرة المجتزأة المقتطع عن سياقها وينشرونها.